بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة رقم 8 من Smashing Noise، تاريخ 13 جولاي 2020. ومرة أخرى يا أعزائي، توقع آخر من توقعاتي يتحقق وبسرعة مذهلة، الحمد لله، بإذن الله وبمشيئته. بتشوفوا في هاي الأيام، وراح أحط لكم اللينك تحت في أول تعليق إلي، وبضرب دبوس I will pin it، يعني عن اللي بدي أحكي لكم إياه الآن. وهذا التوقع إذا بتتذكروا كنت أقولكم إنه الكيان الصهيوني إذا بنعطيه وهم السلام، تذكروها حلقة وهم السلام هي القدم الأولى، وكانت قدم يتنفس، إنه الكيان الصهيوني يعيش على الحروب وعلى إثارة الفتن والفساد، وبدونها بعرفش يعيش، وإذا ما بعمل هاي الشغلات يتحطم من الداخل، يعني بيبدو في بعض. والآن الصراع بين جميع طوائف الكيان الصهيوني على قدم وساق، فالكيان الصهيوني ينهار من الداخل، ووهم السلام اللي كانت خطة ترامب من الأساس لما ذهب في أول رحلة له خارج الولايات المتحدة بعد تسلم مهام الرئاسية، في عام 2017 أول رحلة قام فيها بخلاف جميع الرؤساء اللي سبقوا، اللي معظمهم بيبدوا أول رحلة لهم خارج الولايات المتحدة إما لكندا أو للمملكة المتحدة، هو لا، أول رحلة ذهب فيها إلى المملكة العربية السعودية، ومن هناك إلى الكيان الصهيوني، ومن هناك إلى الفاتيكان، وعاد أدراجه سالما إلى الولايات المتحدة. إذا بتتذكروا هاي الرحلة المكوكية أنا بسميها، والرحلة التاريخية، ومن هناك إذا بتذكروا في الحلقة الماضية حكيت لكم إنه جمع كل رؤساء وأمراء وملوك الدول الإسلامية والعربية، وأعطاهم خطة بدون ما يعرفوا ليش، إنه من اليوم طالع فيش حروب، بدهم يضلوا يعلنوا في رغبتهم بالسلام مع الكيان الصهيوني. ليش؟ لأنه دارس تاريخهم، دارس نفسيتهم، وعنده مستشاره الخاص اللي هو صهره أو زوج بنته اللي هو يهودي أرثوذكسي، ممن لا يؤمنون بقيام دولة يهودية نهائي. والآن يعني في الصحف وفي التلفزيونات الصهيونية يشكون من كوشنر، ويشكون من هذا المخطط اللي هو حطه، اللي هو مخطط اللي قالوا عنه صفقة القرن، وقلصوا الدولة الفلسطينية إلى كانتونات ونقط هيك على هالخارطة، كأنه كل ثكنة موجودة لحالها. إذا بتتذكروا الآن هم بتذمروا منه، بيقولوا هذا يعني كان شبه فخ. فعودة لموضوعنا، كيف الكيان الصهيوني بدأ ينهار وانهار؟ يعني هو أنا بعده أنه تقريبا متخبط، لا يعلم ما يفعل نهائي، لسبب إنه فيش عدو خارجي مهدد إلهم، لأنه كل ما كانوا يحاولوا
يصنعوا من إيران بأنهم مارد وبعبع في المنطقة يجب التخلص منه، كانوا يقابلوا من الغرب خصوصا من ترامب، والآن كمان بوريس جونسون تبع بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا، وجميع دول الاتحاد الأوروبي كلهم يعارضوا على إقامة أي حرب نهائي، وكلهم مصرين إنه إذا هذه الحرب بدك تخوضها ومصمم عليها هذه حربك أنت تفضل. بس أنا بقرأ يعني بقرأ الـ 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 الأمور على واقعها، إنه أنا يعني لحد الآن بدي أعمل لكم توقع جديد، ألا وهو إنه بدأ ظهور علامات بأن السعودية ستخرج من عباءة الإمارات المتحدة. معناها إنه السعودية، إذا بتتذكروا حطيت لكم تشارت وقلت لكم في تحالف من هاي الجهة وفي تحالف من هاي الجهة، معناها إنه بعتقد إن المملكة العربية السعودية بدأت تختار موقعها مع التحالف الجديد 4+1 اللي هي في صف أمريكا، تقدرش تتخلى عن وجودها دائما في الجانب الأمريكي. وهذا إذا حصل أو بحصل قاعد، إذا بتلاحظوا راح يخلق حلف ثاني. الآن أنا يعني قاعد بنخل بين البلدان يمين وشمال، على الخط الشمال في حلف أنا سميته الآن بدي أسميه لكم إياه حلف الألف المكسورة، هاي تفضلوا موجود بالخط الأسود. شو هي الألف المكسورة؟ إي إسرائيل، 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 عزرائيل، الله يأخذها إن شاء الله ويأخذ اللي معها، إسرائيل، الإمارات، وإيران، هذول في صف واحد. وبتقولوا لي طيب يا عمي ما قاعدة إسرائيل بتقول بدنا نحارب إيران، يحارب هذه منها ترامب إنه اثنين يخلعوا بعض. إذا بتتذكروا يعني هذه، شوفوا هاي سياسة أمريكية تعود لسنة 1973 لما الرئيس ريتشارد نيكسون طلب من وزير خارجيته، ودير بالك نيكسون أخذ أول ولاية 4 سنين وفي ثاني ولاية استقال قبل ما يجري عزله بتهمة التجسس على الحلف الديمقراطي اللي هي ووتر جيت، معروفة جدا، حط ووتر جيت واقرأ القصة بالكامل. في أثناء فترته الأولى كان هنري كيسنجر وزير خارجيته، في الفترة الثانية علاه يعني شاله من وزارة الخارجية وحطه، عفوا، وحطه عينه بمثابة المستشار الشخصي للرئيس لأمور الأمن القومي. ففي هاي الأثناء في 73 بعد فوزه بال1972، لأنه هو فاز في 68 وفاز في 72، بعد ما فاز ب72 وقبل يعني تفقم فضيحة ووتر جيت عليه اللي أجبرته بالاستقالة قبل ما يجري عزله، طلب من هنري كيسنجر إنه يحط له خطة 50 لمدة 50 عام للأمن القومي الأمريكي. فهذا الكتاب اللي حطه كتاب ممتاز جدا وكبير، يعني دراسة قوية آسف،
في هذا الكتاب أو في هاي المذكرة إجت عبارة شهيرة لهنري كيسنجر بيحكي فيها لنيكسون، العبارة التالية وأنا بدي أحكيها فيرباتم يعني حرفيا، قال له: من حين إلى حين يجب علينا أن نخلق مارد لتنفيذ مهمة ما من مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وبعد أن ننجز هذه المهمة يجب أن نعود وندمر المارد الذي صنعناه. هاي فرباتم ترجمة مضبوطة حرفية بالعربي، فهمتوها؟ يعني أول شيء اخلق مارد عشان تنفذ مهمة جدا للأمن القومي الأمريكي، وبعد ما هذا المارد يحقق لنا هدفنا بنرجع احنا بندمره. بعطيكم مثالين بسيطات حصلوا. أمريكا صفت في صف العراق ضد إيران، يعني وعملوا فتنة ما بين العراق وإيران ليتقاتل لمدة 8 سنوات، وخرج منها العراق منتصر. شو عملوا بعدين؟ راحوا دمروا العراق. نفس الاشي في أفغانستان، لما الروس يجوا يحتلوها لأسباب عديدة اقتصادية عديدة ما فيش داعي لذكرها، خلقوا مارد قوي اسمه المجاهدين أو القاعدة، وطلبوا من السعودية إنه يبعتوا أكثر عدد ممكن من هالمجاهدين أو اللي بيحبوا يجاهدوا. في ناس كثير بيحبوا يجاهدوا ويموتوا تحت عنوان الجهاد، يستشهدوا يروحوا على الجنة، هذه على الأقل عقيدتهم. ومن بينهم طلع أسامة بن لادن اللي قاد القاعدة بالكامل. بعد ما انتصروا على الروس وطردوهم من أفغانستان شو عملوا؟ راحوا على أفغانستان وخلعوا المجاهدين، دمروهم أو اعتقدوا أنهم دمروهم، بس يعني مع المجاهدين كان في طالبان، وهلا شوف ما قدروش عليهم. هايهم بتفاوضوا معهم في أفغانستان. هذه سياسة أمريكا اللي حطها هنري كيسنجر الصهيوني، ولكن حتى ننصفه ولو إنه صهيوني في سنة 2012 عمل مقابلة مع مش عارف يا أما النيويورك تايمز أو النيوز ويك أو الواشنطن بوست، واحدة منهم بدور لكم عليها يعني إذا بلا وقال لهم: أنا لا أعتقد بأنه إسرائيل، أنا بحكي لا عن إسرائيل لأني بحكي هو اللي حكى، أنا بحكي عن الكيان الصهيوني. قال لهم: ما بعتقد أنه إسرائيل تعيش أكثر من 10 سنوات من الآن. تصور سنة 2012، هذا هنري كيسنجر. وحتى في الكتاب تبع الأمن القومي تبع 73 لما قال نخلق مارد لينفذ مهمة، ولما تنتهي مهمته لهذا المارد بنرجع من دمه، وهو كان يقصد حتى كان كاتبها بما فيها إسرائيل ولو إنه صهيوني، بس هو أمريكي. فذاك الوقت لحد على الأقل لحد نص السبعينات يعني كان الأمريكي
بغض النظر من وين جاي، من أصول إيطالية، من أصول صهيونية، أو يعني بلاش صهيونية يعني يهودية، أو من أصول، من أي أصول، إسبانية، إيرلندية، كان انتماءه لأمريكا، كان خلص يعني ما يفكرش في بلده الأم أو في بلد أجداده، كان يفكر في أمريكا وقيام أمريكا وقوة أمريكا. بعكس اليوم، اليوم اتغلغلوا كثير الصهاينة وشتتوا جميع المؤسسات الحكومية الأمريكية، ويعني وحازوا عليها. فأنا عشان أخلي هذا الفيديو يعني قصير ودايركت للبوينت، كل هاي التجمعات، يعني تجمع الأشياء الواقعية اللي حصلت واللي صارت واللي يعني كبار المحللين أدلوا فيها في السابق، يعني أنت بتأخذها في عين الاعتبار لعمل توقعاتك. فأنا توقعاتي كانت مبنية على أشياء أكثر من هيك، بأنه الكيان الصهيوني بإذن الله راح يزول خلال 24 شهر، وما تنسوناش في 5 ذو الحجة لو سمحتوا تذكروني، تعملوا لي نوت عشان ننزلوا ل 23 شهر، ب 5 ذو الحجة. خلاصة الحديث انه الان الكيان الصهيوني، لان ما فيش عنده عدو وما حدش قابل يعني يستصيغ فكرته انه ايران عدو لازم القضاء عليه، وقالوا له انه اذا بدك تقضي على ايران الله يعطيك العافية، هذه حربك، انت بتحارب، وهذا اللي راحين يعملوه الحلف، وراح يعمله ترامب، راح ينبش حرب بين ايران والكيان الصهيوني، واحد فيهم يدمر الثاني خلال 23 شهر هدول، ولما واللي بضل بدمروه. فهي وهم السلام بدأ يأتي أكله. شو صار في الكيان الصهيوني؟ فيش فلوس، مش قابل النتن يصرف فلوس معونة لشعبه ولرجال أعماله وللأعمال الحرة زي ما عملنا إحنا هون. هون على طول ترامب صرف، ما فيش عنده مانع. وهذا يعني لما بيقول وزير المالية ولا للريزيرف بانك، للبنك الاحتياطي الفيدرالي، انه زيد 3 4 تريليون دولار على حسابك، زيد بس عادي، حط رقم 3 وزيد هالاصفار. وهدول الثلاث لانه ما نطبعش، بطلنا نطبع، كلها ديجيتال، هاي معناها ديجيتال، انه خلص حط ارقام، وانت بتكون قاعد في البيت بتجيك فلوسك من اي شيء، من اي برنامج انت مستحق له، زي المتقاعدين هذا حقنا، المساعدات اللي بأمر فيها بتيجينا على البنك كلها ارقام، واحنا ندخل على البنك وندفع فواتيرنا كل ارقام، ما حدش صار له بجوز فينا ماسك ورقة في جيبته من زمان. هذه هي الديجيتال. الديجيتال المونيتري، انه هي نفسها المونيتري كلها بالثقة، العالم كله يثق في الدولار، خلاص الثقة في الدولار. في اشياء كثيرة قاعدة بتدخل، والصهاينة بيحاولوا في اخر يعني يفرفطوا ويعملوا اي اشي بس عشان يشيلوا الثقة من الدولار، ويخترعوا اشي ثاني زي البيتكوينز ومش عارف ايش، ومش ناجحين. اذا بتوقعوا فيها ما تلوموا الا نفسكم. راح اعملكم حلقة كيف كل اقليم ولا كل مجتمع او ضاحية او كل مدينة او كل قرية كيف لازم تحضر حالها للسنتين القادمات، كله يتعاملوا بشيء اسمه التقايض، بعدين بجيكوا عليها. يعني بعطيكم فكرة، هاي مش نصايح بس، بعطيكم انه كيف توجهاتي، انه كيف العمل راح يصير بين الافراد، وافراد المدينة الواحدة، وافراد يعني المجتمع الواحد، كيف يصير يتعاملوا بيناتهم بدون اي خوف.
فالكيان الصهيوني صار له يومين ثلاثة أربعة طالعين بجموع غفيرة جدا يشتموا رئيس وزرائهم ويطلقوا عليه اسم كذاب وهو كذاب، يعني الشعب نفسه قايم منقسم على نفسه، وبيقولوا له حط لنا كل إشي على الرف واهتم في اقتصادنا الداخلي. هذا اللي عمله ترامب هون، اهتم باقتصاده الداخلي، يعني دعم المواطنين عشان ظلوا مبسوطين. وبتقولوا لي مش رايحين ينتخبوه، شعبيته قوية جدا لأنه عمل هاي، لأنه أعطى المساعدات للمواطنين، مش لل ما أعطاهاش للشركات الكبيرة الصهيونية خصوصا زي ما عمل أوباما. شوفوا المظاهرات وشوفوا كيف قاعدين بيطلعوا وفي غضب عارم وفي مقاتلات بيناتهم، ومش عارفين يرسوا على بر، ناس بيقولوا ضم، ناس بيقولوا ما تضمش، ناس بيقولوا انسى الضم وانسى الحرب مع ايران وكذا واهتمنا في الاقتصاد الداخلي تبعنا، معناش مصاري نوكل، معناش اي شيء اللي نعيش للشهر القادم. هاي الشغلات اللي زرعوها في الناس الله بزرعها فيهم قاعدين، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو مش راضي يعطيهم. صار 4 5 أشهر بوعد فيهم أو 4 أشهر بوعد فيهم إنه بكرة بنسوي لهم، بنسوي لكم معونات حكومية، وبكرة وبكرة ليش؟ ما فيش فلوس. الاتحاد الأوروبي مانع عنه الفلوس، ترامب حكيت لكم قال له بما انه الان ما فيش ساتلمنت ما فيش فلوس، وفي عندك سلام شامل كل جيرانك بدهم يعملوا سلام معك، يا بتعمل سلام يا على خاطرك بدك تضلك هيك، بس احنا كمان مش رايحين نعطيك قروض او مساعدات عسكريه ولا اسلحه، بدك تدبر حالك، اذا بدك اسلحه ولا كذا لاقي فلوس من محل تاني، واحنا مش رايحين نعمل لك أي كفالات مع البنك الدولي اللي يداينك فلوس نهائي. هذا اللي عمله الاتحاد الأوروبي، بيدفعش بعطيهم، مش من زمان، من 2000 والله لا من 2016 و 2014 بلاقي لكم إياها. أمريكا وقفت وكل العالم يعني بتمنى زوال هالكيان الغاشم هذا. فيلا طولنا، المهم هذا توقع حكيت لكم انه لما بتعطوهم وهم السلام بيبدوا ياكلوا بعض من الداخل، وهذا حصل وبدا يحصل وراح يظل يحصل للسنتين القادمات لحد ما يزولوا باذن الله. وكمان اذا بتلاحظوا اشترى الطيران، اشترى نصه وعممه، حكيت لكم عنه قبل حلقتين، فمعناها مسكر البلد عشان ما يخليش الناس يهربوا من البلد. حكيت لكم الهجرة العكسية بازدياد مضطرد في الـ4 سنين الـ5 سنين الماضية، يعني بيجي مهاجرين 100 ألف بيطلع من عنده 125 150 ألف، بيجي مليون بيطلع من عنده 1.5 مليون. وسكر البلد أو سكر الطيران، وقفه هبطه على الأرض عشان ما يهربوش برا البلد، عشان لانه الان لو بعاود بتصير حركه طيران بتشوفوا الطيران تبعهم بكون فول وان واي اوت. احنا شوفوا احنا هدفنا الاسمى الكيان الصهيوني، احنا لن نقيم وزن لهؤلاء الذين لن يقيم لهم الله وزنا يوم القيامة، احنا ما لناش دعوة فيهم، يدبروا حالهم. بينما الكيان الصهيوني وبني إسرائيل كذا، ثلاث صور في القرآن الكريم، بدءا من الإسراء للكهف لمريم كلها تتحدث عنهم، فالله وفي كل سورة ذكرهم موجود، فالله قائم لهم وزن، فهذول اللي احنا بنقيم لهم وزن ومنحاربهم الى زوالهم المحتوم باذن الله خلال 24 شهر من الان. واستودعكم عشان في حلقه الليله كمان قويه جدا تبعت الاخطبوط، حضرت لكم اياها الاخطبوط الحلقه 2 بي. اوكي استودعكم الله.
بس روحوا شوفوا، روحوا على الصحف هذا اللي على التلفزيونات الإسرائيلية وشوفوا المظاهرات عارمة، وقاعد بخوفهم في الكورونا وبخوفهم في الكوفيد 19، وإن شاء الله الكوفيد 19 اللي هم حاولوا يطوروه إن شاء الله يوقع على رأسهم كمان. أستودعكم الله.